ما أن استبشر الأهالي في عدن بتأهيل الشوارع والطرقات إلا وكشفت الأمطار مدى هشاشة هذه المشاريع، إذ حولت الأمطار الشوارع إلى برك مياه كبيرة تسببت بصعوبة التنقل والحركة ليتم اللجوء لعمليات الشفط كالعادة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس في هذا الجانب. من أمس أيضا في المساء أيضا نشفط المياه الأمطار في البريقة والتواهي والمعلة وخور مكسر في عموم المديريات الشيخ عثمان، والعمل قاري أيضا كما لاحظتم الآن على عمل قاري. فبالنسبة لهذا التجمع الأمطار الموجودة في هذه الجولة، هناك معالجة أيضا من قبل البرنامج السعودي والسلطة المحلية كما تلاحظوا أيضا الآن عاملين خزاناتنا، وهذه معالجة أيضا يعني ستتم أيضا لأنه هنا تصريف مياه الأمطار تحتاج إلى شبكة عامة. وعلى الرغم من تأهيل الطرقات والشوارع إلا أن تكدس الأمطار أثبت غياب وجود قنوات التصريف وفشل عمليات الرصف، حسب ما أكده ناشطون ومهتمون في عدن والذين حملوا صندوق صيانة الطرق هذا الفشل. طريق البحري عادوا ترميمه كما يقولون، وأجت المطر اللي قبل هذه تضرر جدا يعني حتى عادوا مرة أخرى إصلاح الشارع، وكما أنتم شايفين يعني الشوارع الآن الماء يركد يعني يسبب لنا أمراض، يسبب لنا تدمير للطرقات. المظهر الجمالي لمدينة عدن ضاع. لو ندخل لبعض الحواري الداخلية اللي في الشوارع نجد شكلها سيء جدا لا تليق مع مستوى المواطن. فعلا في اصلاحات، في نزولات، في اشياء، لكن المواطن لم يحس بهذه الاصلاحات. يعني كل ما وضعوا شيء يعني الاسبوع وقع مطر او نزول حتى رشه خفيفه تحس ان الطريق رجع لمكان عليه، واسوأ من ذلك يعني حفر بيارات مجاري انت انزل اي مكان صلحوه في هذه الايام تحس ان رجعنا لا اسوأ مكان عليه من ايام قبل. مدينة عدن تعد مصدر إيرادات صندوق صيانة الطرقات، إلا أن أغلب مشاريع الأخير تنفذ خارجها، وأثبتت المشاريع التي تنفذ في المدينة افتقارها لأدنى المعايير الهندسية، وهذا ينم عن حجم الفساد الحاصل في هذا الجانب وغياب الرقابة والمحاسبة، حسب ما يؤكد مراقبون ومهتمون. كاد أن يكون تأهيل الشوارع وإعادة الطرقات الشيء الوحيد الذي يبعث بالأمل والتفاؤل عند أبناء هذه المدينة، إلا أن الأمطار كشفت مدى هشاشة هذه المشاريع، وهو ما سبب موجة استياء لدى الأهالي الذين طالبوا بوضع حد لكل هذه المعاناة. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.